بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وكلوا من رزقه، مهما تعددت مصادر رزقك ومهما تنوع دخلك ومهما كان المتاع متفردا ومتميزا بين يديك، ينبغي عليك ألا يغيب عن ذهنك أبدا أن هذا رزق من عند الله عز وجل ساقه إليك على ضعفك أو على قوتك، هو رزق ساقه الله إليك. ينبغي أن تعيش هذه الحالة الإيمانية وهذه الأنوار الربانية بأن كل ما تملكه هو رزق من عند الله عز وجل جاءك بتوفيقه. وكلوا من رزقه، ثم قال: وإليه النشور، أن تستذكر اللقاء مع الله عز وجل من أين اكتسبه وفيما أنفقه. اللهم اجعلنا من الذين استناروا بأنوار هذه الآية برحمتك يا رب العالمين.